بسم الله، الحمد لله وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وحنا لكم السلام يا دمان أمد الصوماليات كارهان أمد بوتلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ما أنتو التاريخ تايسغالي تونكي بشي كوات لباتن كوية لباتن أنغو أفر حلبان أو كم إذا سديد حلبان ترسني إن قبض فلو قسمي حسان الدودة وأن وحن رسيس حافظات قبانينا الرماه يجي أن هريق هذه الشيء الرماخ السيء هذا إلى هاي مو معنا أمر كان سيد علينا هاي أفرتين إنه كله مقالة واقم مغنت هاي هاد بنيكي جوجا ونمتاري كره مرك أفرت أيضا بهاد الجرو وجونا وحن نقول أن سنين رسيس حافظات كقبانه رسيس حافظات كي قلبته وقص عضاء مدحوينها دولة بوتلان السمدة دك بوتلان إيه سومالي بأنت صاحب العقل جا بيش عالم كا إيه اللي بعندي بوتلان إيه عن كم بدهين يمكن إيه حسن الدا سيدا شرع درهذا قعنت وجود هذه وحنا ترن لو كشري أنا وما أنا ترن صدنا يسن إنا يهاين اللي بعندو والحدين يلح صدنا يكو باكم غن هلكا أو عدا هاي إني دي دنايان قابك وحنا لو كقاضي ترى إن شاء الله هو يبقى أبا عندهم تهديلا هيدمو وحن رأى إنا نكب الله بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ دو مركي هاي تضبي تبنكي بيسي كوات لباتن كوية لباتن مدحبينا دولد بوتلان سعيد عبد الله داني وحو خطبت كأخريي دوكسي وحرقب إيدامو تبابر لو حريي مدحوينو هالكا وطو كشيغي شرحي وينو عدكس تكسر ريو نظام كا إيو تستور كا وحو وريانا إن لا إلاليو ومدحوينو هالكا كشيغي إذن كيلا وحا رجينينا مدحوينو هادي الكيساس إيا فعل كو إنا يسوافقان بان آدو رجينينا وحانو كو حمانينا إيا وحانو كبه شيغينا ماها خطبتي سوى الضوبان تهي معناتو دوكسيغا وحريي إذا ما دي بوليسكا إتو بركو ودمائي مراحوينو بحقا دي سرعين تشارعيغا وحونا كهل دي حقوق دا قفك بنا آدن كا وبدران دركا وليي هاي إلا نوحد قد بكارين إشاء مدحوينا وحانو كرجينينا إن أو أرنتا وكو حلي فعل كيدي إن لاقاحي لوبان آدو برجينينا إشاء مهتسن مرحوينا وحقالو شاقي ورر إن عن جدارها على جاها هذين الروسية صديقة وفريق تمان الروسية صديقة كل بانو الروسية صديقة ككه بان كم إذا هاي ولا عدا كلها ده ككه بان كم إذا هاي إن ما معنى عيسو حسب إن أورك محافظ ك أنا كم إذا إن وحي ترى ودك كشيبه محا إن أورك إن محافظ ك ما يجمع معنى عيو هل كان واحد فبا إن كشيبه وحي خذنا يدعي يتبشر أنا وأنا طبعا إنه أنت بناء آدم أم كسع سنين وحن أبا هنهي حال كذا إنه كقي قاتن هذو إلى هاي المو وهديه عباته إن سف الشرع يعني لو كعيري إن 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 حسنا ده أنا كران نقضي وأكو من عينا يعني لو حدي هدي عبد هاي إن سف الشرع الدفاع يقول عظيمة إن شاء الله وحن رجيني إن أمضوا إنه باقي ذا كذي بتو عدالة هي حقنا الله يليه وأننا نن إن عيك على قصارين وأي حساب أي أدم بيسا ضد مسلمنا وانا هاي حساب تضم بسنة إن لو ترى قال أدي أدمان هو بهمني واحد عبي إن حفيز كحوق هذا نوره وصوص عليه ورعب تاريخ ذمر كي هي تدبي تمن كي تنوري لباتن كوي لباتن سو كهلي أريمه أن أنت يدا خصيصة صوت وصوص عليه نوح يا هي حفيز كحوق قل هذا نها النجا أياد دي سنين دعوتي يا بروبليم كيغا واي وحان اوغيناي حفيزكو حفيزك الدفاع يقول ادنو انو حق ليهي وحي حقوق بين ادن او لا تيرسانيا انو كهدلو وحان عدينيسا ان لو غيسان كرو انو وحان دستور ان كو هادليماينو قودبكا 42 وحو عدينيا فرقديس كوواد وادن كاستو وحو حق ليهي انو عبشديس قورال اوو ديرو مدحوينها بارلمانكا حكومتا هي مذاح كلا الدولة ده بحق ولي هاي حفيز كحوق قل أنا وحن قارسيني قرال أنا أتين تاكذا عمل إنه بنو قارسيني
سمركان جوابك وبحية تاسيري فرقد اللباد وحي عدين إسا حفيزك وقرالك حبشد وكسعده وإن أكاد جوابا متصد عشاء صدن كعشاء وجواب تحفيزك حقول أدنى أن سبيني أنا قواء عمسنين وما عنا هالدين هالدين لإسلاحة نمكي واسكا عمسين واسكا تغير ما نتغين تعود يدا يارمها يغا واوذن لي لكن ورقدا أن أقد بني حفيزك الدفاع حقول أدنى أن صدن كعشاء كور سبيني الحمد لله تاريخ دا عن صوت شغني ورقد دي صوت ساري حتى يدي باندوات شغنا أنت قبض إيه أنت وحكال دي سنة كل يدي كل نتاعي وأنا لطالع دي وأنا الأخري هدي أنو خلط بلين نهي يحق الأذن وانو عدين لها إنو سعين عن خلط لهين وحو عدي واحد جنب يوالين نهي نيشرين أرنت أنا دي بلوغ اللابتو مدان دي بغو نغدا مدحوينوه قلياش الدولة دا إساقا قضي وقه إساقا نغدن قضي كأه sharciyada isaga ayaa laga rabaa inuu fidiyo ilaaliyo umadana ku ilaaliyo waxaan madaxweynaha mar rabaad iyo mar saxaw soo jeedinayna arinta tilaba qaadkeeda inuu fidiyo baadilka meesha ka dhacay inuu awood u isticmaalo oo ka noqdo baan u soo jeedinayna isla qodobka 43aad waxa weeye hakinta xasaanada xildhibaanada waxa looga qaadi karo muqaadliya hakinta xuquuqda siyaasadeed iyo xilqabasho ee muwaadinka buqaadliya xuquuqda muwaadinka waxaa lagu hakin karaa hadii ay dhacdo b wuxuu leeyahay in qofku maxkamad ku rido xukun ciqaabeed oo kama dambaysa macnaha qofku wuxuu xasaanad isu ku waayi karaa hadii maxkamadi ay ku rido xukun ciqaabeed oo kama dambaysa buu ku waayi karaa annaga wax xukun ciqaabeeda oo maxkamadi nagu riday ma jidho qodobka 43aad firqadiisa bac baana cadaynaysaa mana jidho marka hore xeerraadaaliyuhu wuxuu yidhi xukun ciqaaban ku soo ogayaa isla markaana xaqiibaa hadlay wuu ka noqday waxaa laga dhigay dacwad idaariya waxaan rabnaa shacabka iyo ummadda inaan u kala cadayn idaarigu wuxuu shaqayn karaa markaan annagu cabasho qoranno wax cabasho oo idaariya oo aan qoranayna ma jirto waxaana ku sameeyey afduub isagoo qareemadayadu ay leeyihiin annagu halkan kiis aan ka hadalno aan gabagabaysanaynaa ma jiro isla mar ahaantaasna guddoomiyihii kiiska hogaaminayay warqad sharci ah oo asbaabtii ay ku qoran tahay aanu ku duraynay aanu u gudbinay aanu dhe kiiskayga ma geli kartid uu si jujuuba ku galay go-aanka aragteen buuna soo saaray farqada t waxay leedahay in qofku yahay waxaa kaloo qofku uu ku waayi karay xasaanadiisa in qofku yahay garaaddhimane garaadkiisu u dhiman yahay ama maxkamadi caddaysay inuusan gudan karin xilkaas maxkamad inuu garaadkeegu dhiman yahay caddayseena ma jirto mana waalin doqonna ma nihin dadkaas xilu caqliga u soo jeedaanu nahay maxkamad caddaysay dhaktar caddeeyeyna ma jiro waxaan meeshaas u aragnaa wixii meesha ka dhacay inay ahayd jujuubay ahayd inay ahayd baan u aragnaa intaa haddaan kaga soo gudbo qodobka 20aad ee dastuurkeennu farqadiisa wuxuu ka hadlayaa sinaanta dadka dadku macnaha sinaantu waxa weye dadku inuu sharciga u siman yahay buu ka hadlayaa lambar one wuxuu leeyahay dadku waa u siman yahay sharciga hortiisa sharciga hortiisa qof qof ka weyni ma jiro qof qof ka buurana ma jiro qof qof culusna ma jiro waa loo siman yahay far madaxweyne ilaa adeegto sharciga waa loo siman yahay farqada labaad waxay leedahay qofna laguma takoori karo midabka diinta dhalashada jinsiyadda hantida iyo fikriga uu aaminsan yahay macnaha waxaan ula jeedaa fikriga baan annagoo kasoo qaadanaynaa annaga waxaa nolo ku takooray oo dembi aanan lahayn noloo ku dhoodhoobay fikradda aanu qabnay weeye khasab maaha 66 nin baan nahay inaanu isku furad noqonno inaanu isku caqli noqonna khasab maaha waxa weeye farqada labaad waxay caddaynaysaa fikraddii annagu aanu qabnay aanu islahayn dalka wax ugu hagaajiya in nala ku takooray sifo sharci daraana naloo ka qaaday xasaanadii taasina waxa weeye waxaa kasoo horjeeda qodobka 20aad farqadiisa labaad baa caddaynaysa fikrigeega markaan ka hadalnay inaad la takooray intaa haddaan qodobkaa kaga gudbo qodobka 14aad qof kasta xor buu u yahay fikraddiisa waa inuu soo bandhigi karaa faafeer hore dhacana waa reebman yahay qofka isagoon laga faafreebayn fikraddiisa qodobka koowaad wuxuu leeyay inuu soo bandhigo xaq buu leeyahay farqada labaad waxay leedahay qofku waxa uu fikraddiisa ku cabiri karaa qaab hadal saxaafad
قرال مقال سوغان يا هباب كلا أسرعك يا أنشح الوافق سن وحن ورتش إذا قذب كأفرية طبنات في الغدي سلابات وحي عدين إذا قفك بين آدم كأم الشعب كاهي أم حلها هي أم يوعين إن هو في الغدي سعبري كره وقع بري كره حضر وقع بري كره صحافة وقع بري كره مقال وقع بري كره متقنا مظاهرات سلمية وأن ودن كيدتك إبو جيسنين أنو رمبان شيء يا مظاهرات وما غن مظاهرات لا ميجا لبوديو بودوين كالبوديو وحالبو يوم دراب وما غن لكن مظاهرات كي سلمي اه دوتك وحبي كو عبير كران ودن كان انو فوضى يا خلاصي ومر منو سيدا درت انو فكر كي يجا ما انت هذا البام كو عبيرينا وحان شيغينا انو نالا كالي دمبي ان جن الله وصو كبان يضو فكرة ان قبلنا لو كنت غوريو سيدا درت انت ورقد صحاف صحاف كي خصني وبناء آذنا وحن كرة جينينا وحي معقولة أو إيه كذا هذي كلام عارفين تا إن إيه كذا هذا نبى وحن آذي آذ كرة جينينا وحا إنت عدير إن ما نلو ويتو أو كارو دم كي هيد لبعتني سديد دي لبيه طبعا لبعتن لبعتن إن وسير كا أود الدهري قاله مالية دا وحو كوكبتي شر قول كا قبل كا وأنا وسير كا أود الدهري قاله أما أود بدن استعمارية wuxuu halka ka cadeeyay qofkii hadlay inuu dilayo ama isuu gurigiisa ku foorarinayo ama wax uu sameynayo macnaheedu waxa weeye cidna fikradiisa kama hadli karto sidaa darteed wasiirka awoodda dheeriga leh annagu fikradiisa waa cabiraynaa waana sheegaynaa ama isuu waa lagu soo foorarinayaa ama wajiga xabad lagaaga dhacaya sida hadal hayntiisa badani ay tahay ma ku gabanayno waayo waxaan raadinaynaa xuquuqdii aan lahayn xuquuqda aan lahayn nina uga gabanmayno een wasiirka saaxiibka yaah oo awooda dheeriga ah inta han jabaad iyo qaar iyo wuxuu ku jira waxbaan leeyna iyo waxbaan dilay waxbaan saasa waxaan rabaa caawa inaan halkan ka cadeeyo ragayagaas ninka mid ah tii wax garan waxa loo raacanayaa wasiirka maaliyadda hadduu ilaahay oo kaleera oo aan gabasho lahayn sababtoo ah waa ogtihiin public inuu ka dhaaranayay uu lahaa qofkii hadla waa la dilayaa qofkii hadla saasaa laga yeelayaa qofkaasaa laga yeelayaa guri suuban ku furinayaa inuu lahaa إن شاء الله ودمانتي ومغليسين أنا بعبسي أهي سامجلو لكن وقت صدعي كرة هدي رقاش وحقاران وحلا غير حساب تمدونا وزيرك أود ديري قال عبدو إلى هاي مو أنت هديك سوى هدو ما أنت لو يتو سوى بحي يعني ورقد أي سوى بحي حفيزك فوقول آذنها وحاورستي بدومية فوقول آذنها يعني بي بي سيدا سيبا منك اللي هي لهذا عبدالشاق عطوش ووزير وينه بي بي سيدنا وصحافد وين وقرنية جدي ووريا وينا وحا ويا وحو يري حضرك عن نبو عن نهوغي عن دعين وعن مقل إن عن رعفان قادمي رعفان كيرين لو كتبية بوشيغي عن واحد ما إنا بي بسير يا عطوش وعدين وح رعفان وعن قادمي بجرت وايا وح رعفان قادمنا ميشا ما إيمان حكم بادلا يمد قرينا يلا وريسن كرتا أنا جانا وريسن كرتا ماشا سو عبد الشاف عطوش وكك يعني رفعان بيقاتين ووالي وجدي إساقا لغربا مركا أخينتا أو عداتنا إن شاء الله وحار جانينا بي بي سيدوني أبور جايس كبريسو هذا الكا ديلقاف كا وكو هذي وريها سوين واي حكم كي هوري بابا أبارينا ديال أيين قبل قبين وسن عدالة هين عقابا نلكوية دي إداري أنو أنو عطسان وان دعوت جيسان بالغو قاضي حسان دي بالي انتقا دي بايري انتو بوابادي واشاقي درر واحكي جرا مجران marka wariye atoosh oo wariye weyn anagu aanu naqaan iyo BBC oo BBC ah ayaa aad u farxad weyn waxaan rabnaa su'aashaas meesha uu ka keenay inuu soo ka jawaabo markay uu cabaatay inay soo xafaan oo aan geysanayna apologies inuu ka bixiyaan rajaynayna anagu intaas aan leeyahay haddii ilaahay idmo wixii adeer iyo aan ka tagay saaxiibada ka hadli doona aad iyo aad baa u mahadsantihiin wabillaahi fiir inta aadan u gudbin xilibanada kale xilibaan xaad waxaad ku celcelisay fikirkaygana lagu beegsaday fikirkiina muxuu ahaa أدرى أنك بحرمان ما نهاي أشند يال ب بحرمان كلا جاها هبلا أو واحد دونا بها هذا أو مرك على صور دجا من سبب ربسنا أن واحد كده عبي واحد وجم مهم سنة أشند يبي بي بي وورد وعن عطسنا إن صور مريو وعن فينا إن القادر له ولي عاد سيس سلمي أو سليمة أو شرف له عن كذا هذا له أو بحلي صواف شيء بيهيد سيد كده سنة وش قيسه واحد حقه لذاني وهاي شو ما دام يدعي لكن لبسه انتفاعي ومدش غيري زي بيهيد وحن كروا أنا نقر شيء اسمه سعر بركة واحد جودي مرحبين وصاري وجاميني
madaxweyne farool iyo senatorku ay xaliyeen naftigeeda inaan ka hadalno waa rabnay. waxaan kaloo ka hadlahayn amniga waddanka, siyaasadda waddanka, waxyaa badan baan ka hadlahayn. marka fikriga aanu qabnay kaasuu ahaa fikri aan wax ku dhiseyna, waxna ku horumarin mayna buu ahaa, waddanka laisugu geeni lahaa. laakiin dhinaca kalaa loo fasirtay oo loo qaatay waa intaa weeyewri waxaa socda qorshihii lagu soo xulayay xildhibaanada idin bedeli lahaa beelaha idinka aad ka soo jeedaan, maku qanacaysaan? adeer haddii sharci uu jiro oo sharcigu uu shaqaynayo in la yidhaahdo qabiilada soo xusha xaq looma leh, waayo annaga maxkamad sharci oo nagu dhacday ma jirdo. waxaana aaminsannahay ama ay tahayba aaminsanayaan oreen inaanu weli muuqanayaalnahay, waayo kiiskii dhacayna dacwad mataqaana kiis sharci oo dhacayba ma jiro. mana aaminsanin in sharci naloo ka qaaday. dee haddii jujuubkiina la ku sameeyey wax lagudayo lagu jujuubayo, welcome, soo dhawaadeen qabaayladu iyaday u taallaa taas. anagu maba aaminsani baanu fikrad ahaan inay sharci tahay. haddii hadda xildhibaan la xirin sharci in lagu xareeyay ma aaminsani. baadirkii hore u socday baan arkaa. waxaan ku celinayaa su-aashaada darteed madaxweynuhu arrintan inuu tilaabo ka qaado. isagaa sharci u leh, waddankan isagaa u sarreeya, dalka iyo dadka iyo ummaduna ha u sinaadeen. intaasaan odhan la بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن سلام يا دمان أمدى ورتيجة هذا الشيء جاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام جدي وحبا أنو جنرال جداشي سئلان سعيدتك أولا السعودة مدامة حلوانك وحسين هذا اللي وانك وحسي إن مدعى دوري إني جواب علنتا على الشرع نجد بسني حفيز حقوق الإنسان كبنتلان وقال على الشرع سعي جادي ورقد إذا على الشرع لباتن كي بشي لبي يطبناد لباتن لباتن تن على الشرع اللي وانا ذا وقتيا جادي طبن كي بشي لبي يطبناد لباتن لباتن نتيك رينا ذا جادي صادرت المددس وحان لدوري xafiisku cabashada suula soo jawaab celiyo waana xafiis madax banaan oo xeerkiisa xeer lambar eleven soo baxay bishii December 2011 baa xaq u siinayay dastuurkaba inuu cabashooyinka madaniga ah iyo kuwa idaariga ah iyo cabashooyinka dalka ka dhaco dhan ka jawaab celiyo marka waxaan rabaa dadka inaan ka briifiyo muddada dheer oo aan dhowraynay jawaab celinta bal kiiskan suu u dhacay iyo xagee ka bilaabmay kiiskaani qaabkee buu ahaa qaabkee markii hore lagu codsaday xildhibaanada in xasaanada looga hakiyo se wax u dhaceen markii dambe oo kiisku uu garsoorka galayna se wax loo maamulay seebuu garyaqaanka guud ee puntland kiiskan ku soo galay see maxkamaddu ay kiiskan uga bedeshay habkii iyo qaabku markii hore ku socday uguna wareejisay hab iyo qaab kale arrimaas marka anoo raba inaan faahfaahiyo baarlamaanka puntland muddo kasoo bilaabmata fadhigii dhaweyto oo hawshaani dhacday fadhigii ka horreeyey wuxuu ka biyadiidsanaa in badan ama aqlabeedda baarlamaanku habka ay u maamulayaan oo u hogaaminayaan golaha baarlamaanka guddoonka golaha iyadoo ay taasi keentay in guddoonku in badan uu ka meermeerinayay golaha ajendayaasha muhimka u ah kuwii hadda la xusay ajendihii dp wall ajendihii maxaabiistii muraabadeed ahayd oo ku xirnaa xabsigan dhexe ee puntland ajendaha xabsiga jarway ajendaha sicir bararka la xiriira arrimahaasoo dhan baa keenay in laga biyadiida suu wax hogaaminayay iyo golihii uu kala fadilayay oo qolana uu ka dhigtay muxaafid qolana uu mucaarad u suureeyey dowladdii iyo golihii xukuumadda iyo golihii fulinta iyo golihii baarlamaanka uu isku horkeenay habmaamulkiisa golaha oo dhan iyagoo aan kala har lahayn bay saddexduba si khaldan u maamulayeen waxaana uguba darnaydba inay ay yacni isku suureeyeen niman aan matalayn aan hogaan u ahayn golo matalaya shacabka oo shacabka golihii fulinta iyo golihii iyo shacabka u dhexeeya oo golahaanu yahay golihii shacabka iyadoo taa laga duuleeyo sagaal labaatankii november mudanayaal tiradoodu ay labaatan kor u dhaafayso waa waxay codsadeen in laga saaro miidiyaha iyo saxaafadda golaha si goluhu arrimaha iyo tabashooyinka ay dhexdooda uga hadlaan waxay ka dhaga adeegeen
بدون فجلو أرين كاسيري فليان وحينا يدو هل مدنى عطسي سن أقبل كرا مدنى ياشا فرح بدل أديدين إلو فلي عطسي غدا سيدا سادي دعدي صدن كي نوفمبر قلوه مفرمين مفرمين وحونا لفرموهي بارلمان كاتيراد بدن او كبي يديدي يعني او جلان واي قابتو جلوه لوه جامريا إلى صدر في نوفمبر سيدا إجراءات في دعوته أي أسعوتي أن كده هلي دعوته أن أسعوت سيهي جدور تجلوه وحي قرين ورقض وحي نقدرين إنت سنورت ورقض أي سنقرين برطة أنت لبرلمنت وحالو ندها بعي إن الشقدي جلوه لسعوه إذي كسعوه إذي الشنح اللي بان مالتي صدرات إسلامالتا أي سيداس برطوضي كودا بعينا وحي ورقض قرين حرلاليها جود سوء إيديو دبعا واشنطا حلبان أو شقادو كسعويدي ماركي دنبالا كي الأرنك هو إسبدالي دورا وكنتربيشي بالاقيري دورا وعلا سيدي إلا تبرعي عمل با حلبان نظان حساند لداها كينا يوقف بقفو قدر صدورا سان ورقا ديبو الكيري دورا يدو حرلاليو تاو كدولي ورقض دينا ورقض قرين كدولي وصدع ديسمبر وحصدي إن حصارب ده لده حكيه سيدات ده حلبان لبناها وحكد يجي حلاليه العطسي يساو حكوشاني لبناها وحكد يجي جولها وكيلها إذا سنة ياشر وحكد يجي سيدات حلبان وحورا حسي إنفلد بيد العي لباتها لعضي وحاوي دستور جميل لعضي باشا لسكوك عن ساري تاسو أهيد وح بالمرسن وحاوي شريعة دين الإسلام كأوين فريسة إنه قفتو يعني وبين وشن أبا يهدو مسؤولي هذا التواسي دار الله كمارك مرد قفتك لفريو إن قفتو إسكيلا ليه كذبي ليه بانت هدو مسؤولي هنا هدو أبا خطربا إنه بين دادكو بين أبوكتو افتراسة ميو يدو أتاحة اللغيه عزي أوكيس لقابة وكودو دي وحو لحدي بشي اللي بيطمناد لباطن لباطن حرلالي هو مسألة كلا بتدعوه دعابة أهي ورقد بوصوص علي وبيسين سيئي بدون كبارلمانكا جولاه وكيلة وبيسين ومدحوينها بنتنا سيئي هل كاسوحا كم وقانيساه ضعفي إيو إنو أها حرلالي هو مركي هربا نينا أمضح بناني وحان ودفتكو إيديني مدحوينها بنتلان وحويري هوشا جولاه وكيلة ذيكو بحجدي لكن ترى الدليل وحي أطهى إن مدحوينه وبلوغة إيه برنامات كان كيس كان حلبان نظر إسمه لها وميسين تأسيي حرلاليه مرتوه ورسي مدح بنام بي وحو إلى ليواليه قانا إيه وحا ومعرفتي شكاديس وعيتهي كيس كمرك عقابتها أساسه كجلابت إنتا كدب ورقدة محكمة السنة وقدري كدب محكمة السنة waxay soo saareen 8/12 2020 warqad ay ku deenayaan kiis idaari ah kiiska idaari ah jirsoo ku xamuday inuu indhalaan ku shaqeynayay kiiska idaari ah kaliya waxa furi karay mudanayaashan baarlamaanka iyo cabasho ka qaba gacantaagi golaha wakiilada ka dhacay iyo codsiga lagu codsaday daacwad ciqaab ah in xasaanadooda looga hadliyo ما أنا فرعنا الوعدين جرسوك أفري دعودة إداية وحا صوت على ماشي قريقاتي قود وآسفة شرعية كسو جرين دعودة إداية صفة شرعية أن أجرين فريسي كواد مركي دعودة إداية لفري فريسي كواد وحو دعي طمان كي بيشي لبي طمنات لباطن لباطن waxaan ka qayb galay qareenadii xilbanaadan ay qabsadeen waxayna uga qayb galeen oo kaliya inay cadeeyaan in aan daacwada idaariga ay san ku matelin oo aysan garan u ahayn xilbanaadii kare qareenimada uu qabsaday taamirki cadeeyeen kadib iyadoo xilbanaadani nidaamka iyo hanaanka iyo marmarsiyo in laga jeeno barito ma aysan tagin maxkamadii ka cararaya ee waxay ka qayb waxa xilbanaadu ka qayb jireen 12 bishii 12aad 2020 fadhigii labaad ee maxkamadda ka dhacay waxayna u tageen xilbanaadu kaliya inay cadeeyaan
إنا كيسك إداري يأيلو أولين إنتا كدب صدحي طوانكي بيشي لو يتمناد لباطن لباطن وحا محكمة دا سلسوس علي حكم دعوذيت وأي كسلي كيسك إداري أها وأن حلوانا دو فران دريقاكي بودنو إيو يدرف أي كدجين درفنا أي حلوانا دي كدجين دريقاكي بود شكدا دولد بنتلان وقفتوالي يقالنا حركة لغو أساسي بانا عدينا يشكل وقبنا يوحي تاي كدو دي كرا حلبان دو دو نوعي يجري كرا وحاسو من حركة بغريه توتالي له اختصاص كا وكدو دي اختصاص كي سباهي وحان عنو سلينا هوا نن إدمنا و إدمنا نن دل يرا وان تهمين إلو أقون ليه وحصو برتي وانا سيبدرو إلو فرينتا نوعاسا مجتمع سيقدرو لكن waxa aanu aan u soo reestay inuu nin ilmaray yahay oo leeyahay shaqada qabo kabanayay marka inta uu gudbo finalish bay gaareen marka ka dib waxa timi in ay cabasho qaataan xilbanaadii oo xafiiskan xuquuqulisaanka ay u gudbistaan warqadoodii taariikhda aday soo xusay bilowgeer ah oo 12/20/2022 ay warqad qortaan تضبيه طبعاً في جانوري 2021 وكسو جوابه حفيز كحقول إيسا إسو كسلين إيا جوابتي إيسا على الشدي إيه اللي بانادو كانين يعني كونا عدييي سيدا ميديا حلقان إيهضي عدار الدهدي ماشا كدع دي هنانكي لو مري دعو داس مركا إنتا سوحان أصو دو مري إلا أغادوه أو بريف عن دفل كسينو وحي ماشا كدعي bilow iyo dhamaadba inay ahaayeen waxaan sharciga waafaqsanayn oo waxyaabaha mujtamaacu ku heshiyeen iyo bulshada Puntland ay ku heshiisay aan waafaqsanayn dastuurka iyo waxa uu heshiyeen way ka weeyeen wax qof damco ama qof soo doonay sidaba ku ah inta markaan ku soo gudbo waxaan rabaa inaan xuso mudanayaashan maxaa lagu galay وحنا رجينا يا إن مجتمع يكدر يسيه سدى أن كدر يعني مدري أن هذا هوشاني مركي بعد مدري كدر بيسي سدى اللي بعرفه قصي برلمانكو وحيصور مثلا ليه اللي بعطيه في نوفمبر لبعطن لبعطن أجندة صدحية تناط أو فرد جاس قرنا وحنا أها كدوريستا شركة دي بي وول يأري كده كده بوساسو أو يعني لو أركي إن سيدي لحبي أن لو ما مولين مركي غورانا قاب خردان لغو جري هشيس نلما بأوري كريمة وحشيس ماهين لأنه هشيس كقاب كبود عوالي كان يا هشيس جلي كرا منتلا هشيس عالمي ما جلي كدا هشيس كعالمي هدي جشو يعني كباياش أقالها دل كان خصي صوماليا دل كان ليلا محي أباهم تهي هشيس كاسو فنليشي كمدن بيسم نغونا يا هدي منتلا وكوكوري يهي waa badan ba laga ildo fa markii heshiiska la galayay markii dambana waxaan mira dhalahayn boo noqday iska furana waxaan ogsoonahay in dakadi ay noqotay ciriir in dagaalaheedii suqur uu galay oo si khaldan loo maamulay in xataa kama dambaystii madaxda sarsare ee Puntland loo diiday inay faaraan oo xafaarad ay jeesadaan mujtamaa golaha matalaya ummadu ugu qaadan karaan waxyaabaha dhacaya تاسان أسوه المرسلني تاس وحي أهيد وحي أبيه كعيي اللي إلاه إياه هوشان أباب الكير والله يا دودة نوعا كسا ليسان بارلما كنحكا كرين إياه مالين بعاه خميس بعد جندها لسوه المليي ماذا حوينه وحو كمعيه إسلا خميس تاقل أسميه بارلما وحو عدسد إلاه هوشان دولها فرينت الودائية أقصي مدحونه دولها قابط بكو إماري والي يقعنا وحاوي إنو قرار صوصبي أما دولها يسيب هريب هذا ولو أمودي موديد دولها وكلم إني أرهنكاس سيء مدد سنة وليما جدونكو إكدد سنة يقلب دولها دولها كمدا دادك عن يعني عن مركز لله نمدو كل شقينين وحلو إلما دي أسدي إهين وبدنين أقصي جاس ميال ميرو كعصدي وعلى الصوق عضي قوله ما لا كاري وحيابه اللي جبه يديني تاساك من أحيان
وليري ونظام كان وخوض نظام خلدان وي waxaa jira yana jiday ajende muhiim ah oo baarlamaanka ka dhex socday muddo waliba gudiga aanu aan gudoomiyaha waahay ay soo dhigeen waa arinka khuseeya burcadbadeed Soomaaliyeed oo xabsiga dhexe gobolka nugaal ku xiran burcadbadeedas walow aysan dib badan dhibaatada haysata iyo waxa qabsaday aanu aan u tirineyn xukuumadda hadda jidha oo hadda diinteena ay faraysay ilaahay walaa wada qultu fa'dilu ولو كان ذا قربة وحا وح بيئي أو سيحن أمامولي تي كوهري سبعين حكومة دي كوهري سي تانينا وحي سي دي آموس بيك ودا بيئي هل كيو أي كوهي سو دول ميجلو هاي بفكا برع بلادا أجد ياشا سو أجد ياشا لسكو غالبه كامل حايل كدو ديست مثالي دا أو حق دستوريا أو بارلمان كو أي حق اللي يهين إيانا أرقتي كلا لغا أرش أرقتي كلا لغا أرش إلا لغا دوضو oo waxa weeye hawlaha laga hadlo marka arrimaha noocaas oo aan filayo mujtamacu in badalo kamid inay ka dhalaysan yihiin baamudanayaashan ay eexsadeen oo loo maleeyay shirqoolka arrinka loo dhigay ee loo maleeyay marka taas waa taa iyana ee hawlkayga waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo markii taa laga gudbo waxaan isleeyahay macluumaad badan waa laga haystaa marka ijraacaadkii dacwadu ay ku soo socdeen waan ka biri fujeeyay dadka iyo waxa mudanayaashan lagu galay waxaan rabaa inaan aan ka jawaabo oo ka hadal celiyo hadalkii madaxweynuhu 17kii January 2021 uu ka jeediyay xerada xogobli qardho ka hadlimay anigu wixii badnaayo uu ka hadlay laakiin kaliya waxaan xusayaa in madaxweynuhu wuxuu yiri oo si fiican ugu taataagsaday in cadaaladda Puntland la jiddo waxa weeye arrinkaas waa arrin aan xaqiiqada ka turjumayn haddii soo Puntland aan waxaan ahay gudoomiyaha guddiga shucuurta iyo cadaaladda baarlamaanka Puntland garsoorku ma aha garsoor la oran karo waa yaani hannaan garsoornimo ku shaqeeyaa waxaana taa daliil u ah waxaan isku tirinayaa intaan waxyaabaha loo cuskan karo arrinka aanan ka hadlin waxaan in badan aan yaani isku tirinaya dadka talada ka siiyay madaxweynaha inuu hanaanka garsoorka dalka hagaajiyo waxaan isleeyahay intaan xasuusan karo 6 jeer 7 jeer arrinkaa waa kala hadlay marar aan u qasdiyey waxaan isaga u marqaanti ka yeeshanayaa iyo ilaahayba fadhiga uu dambeeyay guddiga joogtada ay la yeesheen madaxweynaha intaan ku haray inaan kala hadlay cadaalad darrada Puntland ka jira waxaan booqanay xabsiga Puntland xabsiga boosaasan tagnay xabsiga qardhaan tagnay xabsiga jero waan tagnay kanjaalka ayaa la tagay dhibaatada ka jidda ka turjumaysa garsoor cadaalad ku saleysan Puntland uu ka jiro waxaa taa dheer oo xadiis walaa xaraj ah laaluushka oo hay-adda garsoorka Puntland ay la bareeday in mujtamac taasna waxa u daliil ah inaan garsoorku tayo lahayn mujtamaca Puntland oo har iyo habeen ka cabanaya baraha bulshada iyo urbaahinta qaybaha kala duwan marka waxaan leeyahay madaxweyne waxaad hadalka ay ku dartay in tala la soo jeediyo waa ogolahay oo tala soo jeedin la siiyo oo wax saxan la tuso waana sida ilaahay binaadan ku abuuray qof dhameystiran ma jiro waxaan inta aan xasuusto 7 jeer oo tala hore aan ku siiyay ama 6 jeer aan jarabta ku soo jeedinayaa oo markii 8-aad ama markii 7-aad ka dhigaya ilaahay ugu cabso garsoorka aad leedahay dadka cadaalad u sameeyaan hadii aad ku qanacsan tahay in cadaaladu ay tahay in garsoorku uu fulinayo wax aanan ku sameeyo oo kale hadii waa garsoor hadii aad garsoor cadaalad sameeyo u yahay hadii laakiin aad rabto garsoor yaani hay'ad garsoor oo dalka iyo dadka ka turjunta inaad ka hadasho waxaan isleeyahay ceeb bay kugu tahay inaad tiri garsoor baa waddankan ka jira garsoorku waa dhaleecaysan yahay warkiisu suuqyadu yaallaa baraha bulshadu yaallaa habraha har iyo habeen ka qaylinaya maamooyinkii iyo dadkii waxa weeye waxaan xasuusanayaa dacwadaha qaybtood dadka mujtamaca soomaaliyeed ay waxa weeye ay maamuusaan ilmacawaala liban dacwad la xiriidha baa waxa weeye naloo keenay oo la musmaastay oo meel walba la mariyay oo madaxda loo geeyay
وعب إن سيدا ليهره وقابك يده وحلو ما مريه وضدك اللي تعدليه مثلا اللي إذا ضدل كان عدال باكي كده وحيا هذا الكيس كم ذا هين قفك إجا عرفت الدول مسرح سياسة ذات بالفوري مسرح سياسة ذا كهب ورس سياسة ذات بالفوري أرن كاس معها أرن حقيقي ترجمية وحالة هذا دليل واحد حد مركز داد حلبانو كأرك تدوان يوليه بارلما كأن كوهي ويدي سيوو جلانيسا أبو السياسة إنو بلوچانا شكريه سيوو جلانيسا داد كوين السياسة دي كغيب جلان سيوو جلانيسا إنو رالي أولان سيهاسة دي الله سمعيه وحان سليه وا 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 تاسوحي نقونيسا يوري موديو جعان لو تورتي أرين كان بهير جليا سويدين بموضوك عالم كنو باركي يابا سيها ما كاسكوس عليا دللي هدفك وأوجد بيان مركز تاس واحد ربع إلى سدى وقف العليو واحد دليل واجه صورك ضعف جيس إيو قيمة دعيسة دل كان جرسور كجرة هذا الكيو كجرة يقدوميها محكمة السرع شركي جرسور كطرق هذا الكاسو وحو كجها اللي يقدوميها يسميها يقدوميها محكمة السرع وحو كده هذي هيكلك يقابل اسمه في الدرسور كبنتنا كليه لكن تاسول لشك تلي تاسول له فريستي مرحلة الدرسور كقرنك هلك أي دولة جمالية ذاك لا أي كهنيين وحيابها أسور تجليه هرمارك الدرسور انت أصول بنتو حسي منصدي يماشي لقى هذي يكسو دلي وحي أنا الدرسور كي يساس أوليه لسيحي لو الله ينسى انت أصول محكمة ذاك جده محكمة سران لين هاي وحاسو حقبض معها waa ciibku tahay ee jarsoorka waxa muuqanaysa ciibta dadka jarsoorkeena ka shaqeynaya marka waxaan leeyahay oo aan sixitaan iga ah oo aan baa ugu diraya hadalladaada dib u muraajace dalkan waa dal ee la wada leeyahay siyaasi baa u tahay madaxweynaha dalka tahay anagu xilibaan aan nahay waxa weeye in la wada hayaajiyana دنتنا في جدة، دنت المصلحة هذا مجتمع في جدة، مصلحة هذا دنتها في جدة. مرتوا حلاه هي الرماح الصلاة وحلاج حل الصحة دعوتا نظام في سوام اللي وححلبان هذا إرسالين يباقى كوبن ولوضع الرماد وكل الدون عن ذحينها وقدري بعدين بيشوف كوبي أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عادي أدنى ومن هالفلين أيام بعد صحة فضة وحنو من هالفلين أيام صاحب هذا إذا أحلي معنا خلق عن الأفضلية وهنتي موضوع عن ما أنت عامل شرفيات كقبلني آد وفهفهيي وغانا حضي شرعية ديسي يمرحيش الأصوامري إيو تلدلو اللضع وها إمسيد عاني وحاس الشرعي واحد تاسد أنا قدبو رونا هانتي أنت آد ونكون نخون ماي صاحب ذكاء لأنك وعلى دور قضب ومهم إنك برابجي وحا كم إذا بنت لان دول النمادة يدو حكو بسنة الشرعية لبيو كويلا تنسانو sanduuqradii 2000aad ba la bigay taas oo muujinaysa 2000aad sano dowlad jirsatay 2000aad sano nidaam jirsaday waxa laga rabaa inuu waxa kale wax ka khaldanaadeen durfa kale ha jiray laakiin sharciga iyo nidaamka iyo dowladnimada tirka ay ku taagantay in ila sheegay run ahaantii waxa muuqata walwal ba naga haysta dowladnimada Puntland iyo muddadan sida ay ku socoto maxay yeelay waxaan la tixgelinayay dastuurkii waxaan la tixgelinayay dastuurkii waxaan la tixgelinayay deegaanka hay'adaha kala duwanaa ee dawladda iyo madaxbanaanidoodi halka waxa ka cad in runtii dhaawac badan uu soo gaaray ee weli la ku socdo dawladnimadeena maxay yeelay qodobada dastuurka oo hadda ma cawr laga hadlay garsoor la fargeliyay baarlamaanka aan ognahay oo la yiri ma madaxbanaan karo cid kasto oo ka hortimaada fikirka xukuumadda ka hortimaadaan leeyahay golaha waa inay ka baxaan waxaan u soo joognay gudoomiyaha hore baarlamaanka oo lagu eedeeyay inuu ka aragti duwan yahay xukuumadda baarlamaankana uu si madax banaan u hoggaaminayo
waad ogeedeen weerar baa lagu qaaday dhaawac iyo dhimasho iyadoo dhacday ayaa xilkii laga xayuubiyey subaxdii labaadna xasaanadiisii baa inta xildhibaana la soo abaabulay orda golaha tago xasaanadan ka soo qaaday run ahaantii taasi dee way muuqatay wayna dhacday dhaawac puntland ku yaala bay ahayd dhaawacii labaad oo ku dhacay waxay ahayd in 8 mudane oo lagu beegsaday aragtidooda in iyagana habeen inta guri ka mida guryaha golaha fulinta shir lagu qabto xildhibaanada loogu yeero la dhaho arrintan sameeya lagu khasbo lagu bixiyo dhaqaalihii iyo hantidii ay puntland lahayd iyadoo la ognahay shacabka ee puntland maanta baahida iyo dhibaatada iyo sicir bararka iyo culayska jira lagu bixiyo la dhaho orday 8 xildhibaan oo golaha idinla fadhiya oo naga arsiduwan u codayo cadraada sharci iyo sharci darro mid walba umaro golaha ka saaran oo waxa tiraa xasaanada laga qaada iyadoo aan wax sharci loo marin sharcina aanay ahayn halkaa waxaa ku dumay kala madax banaantii hay-adihii dowliga ah baarlamaanka saas wuxuu ugu jiraa gacanta xukuumadda xubin ka arti duwanaan karta golahaana aanay joogi karin golaha fulinta halkaa waxaa jabay qodobkii labaad ee dastuurka qodobkii waxaan dhihi lahaa qodobkii 58-aad ee kala soconaanta qeybaha dowladda halkaa waxay dhahaysaa qayb kasta waxay u madax bannaan tahay gudashada waajibaadyada xilalka iyo awoodaha dastuurka uu jidayey qaybna qayb kale ma hoos timaado marka laga reeyo ma hoos timaado qayb qayb hoos tagtaa ma jirto taa macnaheedu waxa weeye in baarlamaanku madax bannaan yahay shaqadiisa kor joogtayntana uu madax bannaan yahay xukuumaddana ku jaalanji garayn karo laisla xisaabtami karo haddii baarlamaanku uu golaha fulinta u gacanta ugu jiray xukumayaan ma shaqayn karo isla xisaabtami meesha ma yaalo taas horta qodobkaasi saasuu ku jabay sarraynta sharciga sharciga ayaa ka sarreeya qof kasta dhammaan hay-adaha dowladda iyo dadweynuhu waxay u hoggaansamayaan sharciga waa qodobka labaad ee dastuurka wuxuu ka mid yahay mabaadida asaasiga ee puntland ay ku asaasan tahay kaasna waxa weye hadda meesha ma yaallo sarraynta sharciga meesha waa ka baxday waxaa caddayn oo la sheegayaa garsoorka markuu gaaray baarlamaankii sidaa loo baabi'iyey amar la siiyey la yidhi sidaa sameeya garsoorkii markay tageen in lasoo farageliyey oo kusimaa maxkamadda sare inta loo yeero madaxtooyada looga yeero amar la siiyey garyaqaamkii dowladdana shaqo aan ikhsaasiyaadkiisa iyo khusuusiyaadka shaqo uu leeyahan ayn loo diray xeeraalintii uu awal kaysekan soo eedaysana si aan sharciga intay ka laabatay dacwad aan sal lahayn inta la kaxeeyo halkaan la mariyey waxaasoo dhan waxay nabar ku tahay dowladnimada puntland waa sida ay ka hadleen saaxiibaday arrintaas marka runtii waxa annaga ninbaa waxa layi waxa weeye uu qarqaryooday waxa la yidhi wuxuu yidhi roobka hadda haya ka qarqaryoonaya waxaan ka qarqaryoonayaa kan soo socda annaga hadda waxaa nagu dhacay oo qeyra sharciga ah oo lagu tallaabsaday taayadu wax kaleba noqon lahayd laakiin waxaan ka walwalsannahay sistamkii dadka reer puntland u dhisnaa oo dowladnimada ahaa meesha uu ku socdo iyo sida uu hadda u yahay qodobkaas marka haddaan ka gudbo arrinta maxkamadda oo iyadana la farageliyey maxkamaddan horta waa soo sheegay guddoomiyaha guddiga shuruucda ee xildhibaan cabdiqani ma ahayn maxkamad cadaali ah dadka reer puntland dhibaato badan bay ku haysay annagu waxaanu mooshin ka keenay maxkamadda annagoo 6 mudane ah 20-kii bishii 7-aad 2019-kii mooshinka ciwaankiisu wuxuu ahaa meel walba yaala wuxuu ahaa ciwaankiisu mooshin xilka qaadis maxkamadda sare waa markii kiisaska cadaalad darada ay socdeen intaasoo kiis oo dadku ay xabanayaan ay meesha ay yaaleen taas ayaan waagaasaan nuu ka keenay sidaasoo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadduma annagu aanu isu haynay oo ka xildhibaanada ragga halka maraya ay u ahay maxkamad duran shaqadeedana hayso kalfadhig u dambeeyay haddana lagula diriryana guddoomiyaha guddiga shuruucdu dacwad ayuu ka diyaarinayay taas ayaa guddoonka baarlamaanku intay isu tageen ay dhaheen annagaa gelayno adiga guddoomiyaha hawshiina dhamaynayna guddoomiyaha guddiga shuruucduna uu diiday xildhibaan cabdiqani in la dhex galo oo uu yidhi anigu shaqo waxaan hayaa dastuuri ah wixii aanu dhaartaan wadaa hadday arrinta aniga iyo guddoomiyaha maxkamadda sare wax noo dhexaya tahay inaana dhexgala hadday wuxuu shaqadii sharciga ahay tahayna yaanana dhexgelin cadaawadaasina guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoonkuba oo arrintaa loo bilugu jirayna waa sameynaya guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoonka baarlamaanku waa isku milinayeen mar walba markaa isaga guddoomiyaha guddiga shuruucda uu maxkamadda sare uu dembiyada uu kasoo gudbiyey iyo shaqoxumada uu madaxweynaha iyo baarlamaanka uu kala hadlayeyna guddoonka saddex guddoonka ee loo bilmi waxay ugu jireen in arrintaasu bannaanka lagu dhameeyaan golaha iman mooshinkii ka dhan ahaa guddoonka oo lagu eedeynaya howlgudasho la-aan iyo inay ku milmeen xukuumaddana guddoomiyaha maxkamadda sare loo bilmi kaga jira sidaasaa horta waxa kan annaga cidda qolada noo isu kaaya afgashatay ay ahayn qolo awalba bilow ilaa dhammaad isu xirnaa oo danahooda iyo kuraastaas ay usii joogi lahaayeen
dad kana aanay ugu adeegayn danahooday ugu adeegay u fadhiyeen taasna waxa weeye haddii eedeeda meel bay ku biir shumanaysaa waxa ku biir shumanaysaa madaxweynuhu saga ilaaliya dastuurka saga madaxa dawladda saga gudoomiyaha golayaasha dawladda waxa laale iyo wixii sharci ku tumashaa waxa hay'adahaas saga dastuur ilaaliya taam waxa weeye marka kama tagayso madaxweynaha saga mas'uuliyadiisa tahay saga la weydiinayo arintaas iyadu qodobadaas ay saas u lahayd tacwadaasuna saas ay ahayd waxaanu marka intaas aan haddaan ka gudbo waxaan sheegayaa madaxweynuhu wasiirka maaliyadda wuxuu maalintii dadku ay mudaharaadeen shacabka iyo wasiir barar uu isagu mas-uul uga ahaa kobcinta dhaqaalaha iyo xasiloonida ganacsiga ee Puntland isagu waajibkiisa ay ahayd inuu dadkii markay baahdeen wasiir bararka ku kacay oo dhibaato ku dhacday ay mudaharaadeen uu dhashiiko ugu hanjiro runtii waa nasiib darro ah dadkii doortay isaga mushaharka siinaya waa shaqaale wasiirku dadku u shaqeeya isagoo iyagu mushaharka qaata iyagu cashuurta weydiiya inuu dhaho guri walba dhashiinka ku faruurinaya dadka reer Puntland dhan waa maqliyeen waa wax runtii subxaana allah laga aad looga wasiirkana taarikh xumaa u ah weliba aan kaftame wasiirku weliba waxa weeye sidaasaa walaaliye weliba xan kalaa ku jira oo waxyaabo kale iyo manaasib kale masibka hadda uu jooga buuba ka fikiraya isagoo maalin walba dhacdooyinka faraha kula jira oo dadka caburinaya sharciga ku tumanaya ka shaqeynaya fikir kale ku sii jira iyo xan kaleba caalamiga aan soo gaaraysa taa haddaan ka gudbo madaxweynuhu iyo wasiirka maaliyadda waxay isku raaceen oo madaxweynuhu maanta wuxuu ku baahday inaan xorriyadda hadalku aanay bannaanayn taasoo ka hor imaanaysa qodobka 14-aad ee dastuurka Puntland qodobkaasi muxuu leeyahay wuxuu leeyahay si cad u leeyahay qof kasta xor buu u yahay fikirkiisa waana soo bandhigi karaa faafreeb hordhacahina waa reeban yahay in lagu sameeyo hadda saxda lama faafreebi karo midiyada waa lagama jari karo waxa uu soo warmo qofka waxaa fikradiisa uu ku cabiri karaa qaab hadal ah saxaafadeed qoraal muuqaal sugaan hab kale oo sharciga iyo anshaxu waafaqsan ma dib baynu noqonaynaa oo dastuurka aynu samaysana oo dadkeena u dhexeeya miyaynu maalinba qodob cunaynaa dhibaatada horta socotaa waa taas annaga tana lagu sameeyay waa sharci darrada tan hadda shacabka loogu hanjabayo oo laleeyahay ma hadli kartaan fikirkiina xolna waa tan isla sidaasaa madaxweynuhu haddana wuxuu ku baaqay in xisbiyada la galo xisbiyadu tartamaan xorriyad iyo dimuqraadiyad la aado see madaxweyne dimuqraadiyad loo aaday dimuqraadiyadu dastuurkan iyo dadka oo isdhegaysta hay-ado kale madax bannaan maxkamada oo shaqeeya ayaa dastuurka dimuqraadiyad shardi u ah haddaan dastuurkii la laalo maxkamaduhu ay noqdaan kuwa hoostaga golaha fulinta oo markaa cidda joogta ay ka amar qaataan baarlamaanku ka amar qaato madaxweynaha iyo golaha fulinta xisbiyada kaloo tartamaya yaa xaggee u eersanaya xaggee yaa ilaalinaya shuruucdooda taas waa qodob waxaan rabaa marka warkayga inaan kusoo gabagabeeyo runtii waxa dadka reer Puntland ay dhowranayaan oo fiirsanayaan oo u jeedaan runtii wax saxa maa waxaa madaxweynaha Puntland haddeer uu rabo inuu isagu dalkan badbaadiyan waxaa madaxweynuhu madaxweyne dalka adaa lagu doortay adaa lagu dhaariyey waa lagu weydiinaya ifi akhraba dib isugu noqo ka fiirso cidda kula talinaysa waxa lagu sheegayo iska hubi dib ku xisaabtan taariikhda iyo waxa ay qorayso iyo berri weli inaad dalkan taariikhdiisa ay qormayso waxa aad ka qabatay iyo waxaad ka xumaysana ay qormayso aniga runtii waxaa ii muuqda tiirarkii Puntland ay ku aasaasnayd oo muhiimka ah in maalinba tiir la burburinayo aynu u jeedno daawanayno kulligeen aan u aamusannahay waxaan marka madaxweynaha leeyahay waa madaxweynihii ugu horreeya oo intaan arko toban la taliyay markii kursiga yimid magacaabay la taliyaal sare ah toban la taliyay toban kala taliyaad waxay ahayd inay madaxweynaha sharci kala taliya inay madaxweynaha dhaqaalaha kala taliya go'aamada dhaqaale soo baxay ma ahayn kuwa ka tarjumaya xaqiiqda go'aamada hadda dalka ka socda sharciga iyo ku dumashadiisu maaha kuwo runtii waafaqsan madaxweynuhu sharci darrad markuu hadlay waxaa loo qodobkan 14-aad ee dastuurka inaan madaxweynuhu ogeyn meela taliyaasha ee madaxweynuhu waa qof bini aadan waa khatari kara arrintaas waxa weeye madaxweynuhu dib isugu noqo la tasho cid maaragtay talo sawaaba ku siinaysa iskana hubi cidda wax kuu sheegaysa oo runtii laga yaaba inay dhibaato badan dalka u geysto waxaan rabaa inaan u baaqo dadka reer Puntland guud ahaan in dowladnimada la ilaaliyo mudaharaadka iyo waxyaabaha dhacayana runtii ma aha sida cabdixasiis sheegay in la burburiyo mumtalakaadka iyo hantida dalku leeyahay
أنا تاسوا رنا صعاي لكن دستور كل حدين وقوليها يصير الله ربنا عبشين نوصل بنكتان وشرعيان أو بنكتان وهي تاسنا واللي كنت حجريا وكل شيء الاحترام واحد رباطات كسياسيين ريبونت اللي أنا مدح بنان إن أنا كأمس تلك سياسيين سياسي أبو سعلان تلك شرعي سياسي وحس سعلان واحد رباطات نغطي قف كستو سياسي ريبونت اللي أنا إنه دنيا يحسته أما كرسي السويو حمر كسويو أما كرسي كلو ميل كسويو أما باريتاري يرو كلو ميل كتيرو وردن تقود أي كوين وحاد سويسي دول إن مدى يشرتاك من تلان أنكو ولا متدنو أنا لا شم أنكو دون أنكوتي أكهضر وحن بلايه اسم مدى بنت لان وحن فريا إن أي هنتي أرنتا حد صعودا وأنا أنا لو لك عي أمان تعبيين قدمي كنت حقوق الإنسان كبنت لان خورنا أنا وانو عضيني إن أنا شرعي أحد أنا الاسم هذا ربنت لأنه ما أنتوا كلام مالمي هني ويا ما كان مرو قاسو دعه ليش إسفهان ودعي وايدك يا إسفهان لا أنتوا يبعضه أنت عيد متين شغل وعيد متين ده بعلم أنا قطعي هذي فلو نقطة دوركي نبالة شو ذا هكاء مسلمين هذا كاء مستان وأذنك فراك الله بتان وهذا مرد به وبدم كاء مسلم طا أنا وعنا سياسيين نالوا مصرنا كسيع هذي ما تسي شرعي ترى لو قالوا والله قلي ميسان هول كل قبصه وتشوجينا مثل ما عم نسي تشوجينا سياسة دانو كشغينا إنا وحوي وحنا لقدون بعنا صمينا إنا والشرع جا إننا موافق سن حد ما أنت هول كني وفرين يعني دي أقعدنا يسامو اسم الله هاي تعالوا هم جب جبينا يعني أنت سياح جب جبينا هول كيجا آدي آد بعد ما سنتين ما الله دايما صدحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انتوناتي مدرس جدران ويل فستيجوان آدوان السلام يا وحان فيلا يا إن أي مدنياشي يقهري كهدين وحكا السوء المسكح لي الكتفتيا ما يران كهدين دوني انتوناتي وحان آد أوغحو ما حي dacdadii ka dhacday 3 December 2020 howlka baarlamaanka mudana soo jeetamaysay go'aankeeda maxkamadda lagu noqday 13 December ina ah dacdadu foolxun aan marna wa sharciyo loo marin aan marna ba dastuurka Puntland iyo dadka wixii dhex yaalay dowladnimadooda ay ku dhisanay runtii in lagu tunto waxaan aniga marka ugu horeysa aan mahadcelin u jeedinay ururada siyaasadda Puntland run ahaantii ka hadlay arrinka oo cadeeyay inay sharci darro tahay iyo walwal weyn inay ka qabaan in haddii xildhibaankii xasaanada lahaa qaabka loola dhaqmay barnaamijkii democratization-ka ahaa sida uu u horgelayo inay walwal weyn ay ka qabaan waan islahaa runtii isimada dhaqanka Puntland oo wax badan aynu la hadalnay oo baaq badan loo jeediyay inay ka hadli doonaan laakiin isimada ay waxa ku dhacay ma garanayo ayaga dadka oo dadxaad u ahaa marjaca loo laabto Puntland marka la isqabsado oo dowladnimadu ay ma aragtay ay qilqil gasho oo waxa la isku qabto hay'adaha dawliga ah dadka marjaca oo hay'ad ahaayeen waxaan filayaa laba goor in ka badan ayaa baaq u dirnay maantana waa ku celinayna waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu ilaahay ku anfaco ay fahmaan waxa aynu ka hadlayno waxaanu ka hadlaynaa kursiga aynu ku fadhinno kaliya maaha waa dowladnimada Puntland دولتنمادونا والشرعية ده هذه الشرعية ده لنته دولتنمي جرميس تاوحان لها اسمنا باقا وحان كان رجعين يا باقا انا دو سو قالو انا جواب علينك السمين دونا ميدالو وحانو مهد علينا يا يوكالا حفيزك حقوق الانسان كبنتلان وان عباشا ده اني قوره رأو قيني انو كغا هذا الناي dastuur jabinta sharci darrada ka dhacday howlka baarlamaanka kadibna maxkamadda ay ku dambeysay
كنا قن ما يقابك شرعي درهدا أو دعضي حلبان عبدقاني أيا فافاهي حلبان نادي قدن بيانا واكا حضي ونقم أنت وحانو باهناي عدالة تذكرير بنتلان وردن عدالة بيباهن ندحويناها بنتلان سعيد عبدالله الدني قالين دوي مركا وحرض حرق بلك هذي إذا ماذا لو صحيري مارتتا وبركا ونهانتي هذا الكيسة وحاكو جرتي لبشي أو نهانو أنك أد وقفا ميكو إن عدالة دلو باهية هاي هي إن مدحونا ونقي سنتو ونقفك السوق كفكرة دول أما عدي تلاحي سرا وحانو باحنا نهتا مدحونا كسو يرتين مدحونا هيركليو حين كعبنا إن هرينا أو كعبنا يوحي الشرع الدره حتى إن كعبنا إنه ولا أنت دتك أنا جاحل اللي بعنا أوه وأنا كحوا هاي دتك اسمه لا يدو أي إنسان وهي ماشى كده عيسى الشرع أهان أو جبوجن أي سنة أو جفيرسن إن أنت ديوه قريب تولى لوسو مجعب براس تولى دتك له تانا دبر جبو حي كتاع حد مريض نساء إن أي أيها النفس الدول النمدي اللي برجبكو سوينيا أنا قدت كان مثلنا أيها الشرع النوص الصحيح وماشا نكيني حدين وماشا كتقينو الشرع الدفراء أن الشرع قدت منا وإن هي أداها قرصور كهورتو ده لقو عدايا وحا أين الشرع قدت منا وأين حب النمدي نكويني وحسنة نكويني مركان إيها وحا انقبا وردت كيان ليس كل فن نجا حل دبانا هول كابار لما كان عنده فرمو واتجينا تيدي قر إنه لو قعدنا إنه لقى علينا أنا وفوضى ما بدو تقال لو مصرم تذكر ابن تلا وحنا كلو جيدين إن بذكر يدا يحس اللون إذا بنت لا لقى وضع شقي تاسع أنا وضع دقة من لماذا بنت لا يحس اللون إذا إن بدأ إن كوضع شقي إنه دول لماذا وطاعي ذا كنتي أدنى وقحنا هاي إن هنتيدا شعب دويلها ودويلك لديبارتيريو هيدا لغا عبان ايو دروف فجرة اوكو دروفا قاوب كلاو لغا عبان كرو قفق درين كيسو موجين كراتر تا يدا اه مجعلين من دونينو هاليك منيهين وحنو راليك انا عيدك استو عبان ايسو عبشار ايدا درين شرعية إن ايكو سو موجيسو أنت يحوال الكبدين ما يتعصان عليه كرسوه بالدين يا وأنا ما سنتي يسا بس هنا خلي الكلام تكوني